الاستاذ السائل كيسول على المراه اللي كتاخذ اللي هو حقنه كتاخذ شي حاجه باش وهي كترضع باش انها ما تجيهاش ربما العاده الشهريه ولكن ينزل منها الدم. نعم. فكيف تعملوا في القضيه ديال الصلاه والصوم؟ نعم، يعني كما قلت استاذ هشام، يعني هذا السؤال جاءنا من جمهوريه الكاميرون، يعني وهذا دليل يعني الحمد لله على فضل هذه القناه وهذا البرنامج، يعني بالخصوص يعني فجزى الله القائمين على القناة والعاملين فيها وعلى رأسهم يعني بطبيعة الحال أمير المؤمنين الذي أذن بإنشائها، والحمد لله فضلها ممتد كما قلت مستاذ يعني في العالم بأسره. نعم. فسائل يسأل يقول يعني ربما المرأة تأخذ حقنة يعني لمنع الحمل لأنها ترضع هكذا، والأمر يكون إما عن طريق الحقن أو عن طريق الأدوية يعني الحبوب وهكذا، كتكون المرأة يعني خرجت من الولادة يعني ولا تريد أن يعني أن يقع حمل بعد ذلك حتى تنتهي من الرضاع وتعطي العناية الكاملة لهذا الرضيع، فتلجأ إلى هذا النوع من الأدوية لمنع الحمل. ومنع الحمل ينبني عليه ماذا؟ تنظيم هذه الدورة، بمعنى المفروض أن الدورة يعني الشهرية تنقطع مدة تقريبا 3 أسابيع ثم تعود في 5 أيام أو أسبوع أو هكذا ثم هكذا، فهذا نوع من التنظيم الذي يعني يكون كتأثير لهذه الأدوية. فيقول السائل يعني في غير وقت الحيض ينزل منها شيء من الدم ثم يختفي ثم يعود وهكذا، فهذا الاضطراب الذي يتحدث عنه أو يسأل عنه السائل يسأل عن حكمه، هذا الدم الذي تراه هذه المرأة هل تصوم وتصلي وهي على هذه الحال أم هذا حيض؟ فهذا هو السؤال. يعني الراجح من أقوال الفقهاء، لأن هذه مسألة يعني معاصرة تتعلق بهذه الأدوية التي تتناولها النساء لأجل هذا الغرض، فالراجح من الأقوال عند العلماء الحيض هو ما جاء في وقته وما كان له وقت محدد وما كانت له صفة محددة. طيب هذه الأدوية المفروض أنها تمنع الحيض في هذا الوقت، ولكن كيكون معها شيء من النزيف وهكذا، فهذا العلماء المعاصرون قالوا هذا يعني هذا لا يعتبر من دم الحيض، هذا الذي ينزل هكذا وينزل متفرقا لا يعتبر من دم الحيض، فدم الحيض هي التي تنزل في وقتها وعندها علامات وأمارات معلومة، ويسمون هذا اضطرابا، يعني كيكون نتيجة هذا الدواء، لأن هذا الدواء مش ضروري يعمل بنسبة 100% يعمل على يعني في الجسم كما هذا كما يعني مفروض أنه يكون التأثير. ربما يقوم بواحد مهمة ويعطي مهام أخرى مع اختلاف الهرمونات في جسم المرأة وأثناء الرضاعة، نعرف أن جسم المرأة يكون أيضا فيه هرمونات مختلفة، فكيقولوا الفقهاء إذا رأت المرأة هذا الدم في غير وقت الحيض فإنها تصوم وتصلي ولم يعتبره حيضا، هذا كيقول هذا يعني اضطراب يعني تغتسل له إن شاءت إذا بغت، وإلا فالأمر أولى الأصل أنها طاهرة. فضم الحيض هي التي تأتي في وقتها بعد أن تتوقف المرأة مثلا عن أخذ هذه الحبوب، أو لك يقول لها الطبيب مثلا بعد هذه الحقنة في وقت كذا سيكون الدم في وقت كذا، فتعتبر هذا الوقت الذي قاله أو الذي قاله الطبيب والذي يعلم من هذا الدواء. فأقول للسائل ما تراه هذه السائلة من انقطاع وعودة لهذا الدم وهكذا، فهذا كله يعني لا يعتبر حيضا، فتصوم وتصلي إن شاء الله في هذه الأيام. الله يتقبل. القضية أستاذ بس سائل كيسول القضية ديال الحقنة باش إيقاف الحمل. نعم. ولكن هذا الاضطراب اللي كيوقع النساء كيكثر السؤال ديالهم على القضية ديال في رمضان بالخصوص. نعم. لأن القضية متعلقة بالصيام. نعم. كيوقع هذا الاضطراب عند المرأة ربما تبقى 5 أيام عاوتاني ترجع لها. نعم. فماذا تعمل؟ يعني هذا الاضطراب إذا حصلت نفس القاعدة تطبقها في هذه الحالة. احنا كنتكلموا على الحيض، هي راه عادة وسد، كتعرف المرأة عادة ديالها الأيام ديالها معروف، انتهت وسد الحيض هنا في هذه الحالة ديالها إلا ما كان عندها لا أدوية ولا حتى شي حاجة، هنا كتبدا تستظهر المرأة بحيث الشهر رمضان، حنا نتكلموا على واحد الشهر هذا، والا الاستظهار كنبقاو حتى كنكملوا 15 يوم. ماذا تفعل؟ ها هي في رمضان يعني جاتها الحيض ديالها وما وقفتش، يعني بقات مستمره وهي كتشوف رمضان وايامه معدوده ولياليه معدوده، اش كدير؟ كتزيد اليوم الاول بعد الحيض، الا ما طهرتش كتزيد اليوم الثاني بعد الحيض، الا ما طهرتش كتزيد اليوم الثالث على الايام ديالها اللي هي العاديه. اي العاديه هي مثلا عندها 6 أيام. ايه غتزيد اليوم الاول هي 7 أيام، تزيد الاول تتشوف وتشوف راسها ثامن اليوم الثاني تاسع. اذا هما 3 أيام ولا 9 أيام. اليوم التاسع او 6 تغتسل وتصوم وتصلي، اللي بعد منه كله استحاضه. كله يسمى استحاضه. اذا هذه قاعده تبقوها النساء اللي عندهم هذه الحاله هذه كامله. نعم نعم، فهذا في رمضان فتصوم وتصلي ان شاء الله ولها اجر والثواب باذن الله. الله يتقبل من الجميع. والسائل الكريم كما وعدناك، لانه استاذ انتي جاوبتيه في الواتساب، وحنا هذه يعرفوا المشاهدين الكرام المشاهدات الكريمات ان هما راه كيعرفوا لان كيتواصلوا معنا،
جل الاسئله ديالكم راه ملي كتو